السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مود عليكم من متمس صلى الله عليه وسلم رغم بمواها ونمزي كومي نميدي هارون ميز كومي نميدي ومز من نكوماني متوكوف halafu thalathatu ni meziyo minne yo mirabu mutawaliyatu ni yani dungamana nedi ni vani ya dunga badi ni vani dhulqada ndi muzru ngulma dhulqada wa dhulhajja na muzru ngulma dhulhajja wal muharram na muzru ngulma muharram wa rajab na muzru ngulma rajab aladhi kwa manu mezuo baina jumada jumada wa buharna bovu baina ya muzru ngulma jumada wa sha'ban na muzru ngulma sha'ban au yusharin hadha umwezi ntinuo قلنا رغوا الله ورسوله اعلم متوم الله نمتوم دو جواب فسكت قدمت اروازي حتى ظننا تفكر انه ممتوم سيسميه اطير مزغ بغير اسمه اما زنانغنا بس زنا له قال قدمت ارغوا اليس ذا الحجه ان مصدوم الحجه قلنا رغوا بلا دين من قل قال قدمت مرغوا فأي بلد هذا بس نمزنتين أنا متمر واهنين با أي شهر هذا أنا نمزنتين أنا بابا وهر نمز وهجة قطوم تم أمي أنا 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 وهر نمزنتين أو نمزنتين اللي أنا هون وقطولي ما سواب وهر نمز مزنجو نمتم هدا جواو ما نوا سيري أنا كوار نمز نمز وهجة يا جاك ما متم تجور نمز وهر نمز أنا بعند نمز وهجة أو نمز وهر نمز كذا وباس وهر نمز mwezi mwana mtume dua juao wakati ile mtume arwazi tawafikiri labda mkine atajarongwa tena langine masdel tena le wale juao ambao ni mwezi haja akatoa mtume alaysa azal haja hal isdo mwezi haja kulna rongwa bala ali namne qala mtume rongwa fa ay baladin hadha basunu mujintin yani mwezi undo mujuno rongola tena kulna rongwa allah wa rasuluhu alam allah na mtume dua juao fasakata arwazi mtume حتى ظننا تلفكر أنه هكما امتمه سيسميه بغير اسمه فتجوير الزنا لنجنا بس إذن له قال قد امتمه أليس البلدة هل من تدومجي أليس البلدة المحرم هل من تدومجي ومتوقفو يندومج ومكا قلنا رنغة بلالين أمنه قال قد امتمه فأي يوم هذا بس فأي يوم هذا بس نسكنتين قلنا رنغة الله ورسوله أعلم نتمي الله نمتم دو جواو فسقط قدمت مع اروازي حتى ظننا تفكر انه سيسميه بغير اسمه اسجرا زنا لنجنا ام بس زنا له قال قدمت مع اليس يوم النهر هل من سيد سوق يوم تنزا قلنا رنغو بلا لنمني قال قدمت مع رنغو فان دماءكم كيز دم زان واموالكم نزمال زان وأعراضكم نا إزوزان عليكم جلان حرام نزهرم كهرمة يومكم هذا مرد تكف ويسوكي أنوين في بلدكم هذا هرنو مجوانون في شهركم هذا هرنو مزوانون وستلقون ربكم ننتم كنتم ولنو فيسألكم أتوم الدساني عن أعمالكم إذا عمل زانو ألا ترجعون بعدي كفارا ألا نم يلوه فلا ترجعوا بعدي كفارا مسردي بعد ينقم كما كفير يضرب بعضكم بي بعضي أن يسر مريقاب بعضي إذن تنقو زي بعضي أن ميبواني زتوا ألا نم يلوه ليبلغ الشاهد الغائب يعني متوكم عندي أليو فاني أليو بريزانا نأمبي نتكيليزي جولا متوكم عندي أليو أبسا فلا لا بعضا من يبلغه هني هنا كلوان نزنتونغو يعني بعض يزوك من دوا وتوست كده زاو أن يكون أوى له من بعض من سمعه يعني هنا بعض هنا يزوك ما مطالبة فنأكل يزنتونغو يعني بعض يزنتونغو كمان أزكي أزكي أفن ما تزلا قوام يمتون مسؤولان سلما وانو تكده زاو نمتون كمان أبو أبسا kwenda tu kama mtu aliyo absa atuzielewa na mtu kama ndiye aliyo prezahun kama qala kisha mtume sallallahu alaihi wasallam rongwa ala na mwele ahal ballagatu hal van stakiliza ala hal ballagatu ala na mwele hal van stakiliza kulna katurungwa naam de namna hiyo qala katumara mtume rongwa allahumma ishhad mwezungu
nishuhudia enirenga shahidi makuli wanotu wangu wakubali amba kuli wakubamba wale kuli sitikereza mutafakuna wale wangu nabi umamata zingu nabi umamata iyasi ibn thalaba الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتمك صلى الله عليه وسلم قال رنغوا من اقتطع حق امرئ متعدك وحق يا من نهي مسلم إسلام بيمينه هذ لفظه فقد أوجب الله له النار وكما يزن سبحانه وتعالى أم بسيسي أمورو يعني أمورو بسهاي ما أزوك له أمورو متعدك حق يا من نهي islamu yani aidu kwa hez la vazahimba ala vatamba ala vahe hez la vazahita ya haki ile imla wa mwana nyao islamu ule basi mtubu umuro mpasisia wa harama alaihi ilijana na we impevo yu haramu shulahe fakala rajulu nifrungu wa mtu wa inikana shai ani yasiro njabuko nikimwa shundu mtiti ya rasulallah ya mtume kala mtumarunga wa in kawuiban min araki ya wako nukia mwana mwiru wa husu waki rawahu muslim ya wako nukia mwana gudu kwa manu de arongo lomba araki ya nuhu mwana mwiri kwa manu wa husu waki rawahu muslim wana adi ibn umayrata radiyallahu anhu kala adi wana adi ibn umayrata radiyallahu anhu kala arongoa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم زنكمتم صلى الله عليه وسلم يقول ايرنغوا من استعملناه منكم على عمل تمرم هرمانه هرمهز فكتمنا مخيطا ارتتشيا منا سنزانو فما فوقه وسرنغو شوشليو جو واسنزانو كان خلولا يبيو كما هو راضي يأتي به يوم القيامة أتجانا يشنتو يسكي القيامة فقام إليه رجل وامرؤ أسود من الأنصار ومرمود وشمادنا أهيمي كأني أنظر إليه وابو صحابنا رغبا ياسون وينو عديب عمر فمهان دي عديب عمر رغبا مور من سمونا فيت هل يعني حدثني ما كتبت يعني مور من سمونا فيت هل يعني مور تبانين دي هن سمونا هل فقال قدمت ورغا يا رسول الله همتم اقبل عني عملك اقبل عني عملك كاني نقبليا لو انا زهزه وين ونرنج متوازي قال قدمت لرمتم ارغا وما لك نين وجيت قال متم ارغا سمعتك تقول كذا وكذا تكيا ارغا كذا وكذا قال قطو متم رنغوا وانا اقول هنا من سيرنغوا الان انا بس من سيرنغوا نامي بس من سيرنغوا من استعملناه على عمل الامر ما هر ما هذ فليجاء بقليله ناجنا نوينغو ومشته كوي وكثيره نوينغو فما اوتي منه اخذ يكمن دي افولايو وأن رنجي ومانه يعانه ني أبل زواني انتهى نعجب الزناي رواه مسلم وأن عمر بن الخطاب حدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رنغوا لما كان يوم خيبر سكيا كنت يا خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في جامعة ما صاب من صلى الله عليه وسلم فقالوا رنغوا فلان شهيد فلان هو شهيد وفلان شهيد وفلان كذا هو شهيد حتى مروا على رجل فجاء فقالوا رنغوا
فلان شهيد نفلا كذا شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قدم تمس صلى الله عليه وسلم قال اني رايتها قوامت منه في النار هر نمر في بردة ولو أن قشدة غلها أيبا أو إباءة أو أمتما رغبا إباءة يعني يكشد رواه مسلم يعني وصوابا سكي يفندو يوكورونغ وانتما فرنكتا وأفو شهد فرنكتا أفو شهد تاندارونغ نامتونا نامتو بالنبا نفرنكتا نأفو شهد فقطن كما رغبا نو 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 سمونا متو ممرونغ وغبو هرنا أمورو ولو أننا كشدة كمان دي أيبا سلام عليكم إن شاء الله تعالى شكرا.